يعني بلش يعني بالتسعين كعامل صمود، بلشت بيها يعني حوالي للألفين هيجي، انقطعت من يمها، انقطعت من يمها أربع سنين، حوالي أربع سنين جيت هنا. من جيت هنا أخذت هذا الفرن بيها سان الفرن من 2005 عدنا نبلش بهذا الفرن. بس احنا شنو مثلا الإيجارات زادت علينا، العامل زاد علينا، كله زادت، الطحين اليوم مو سوى نشتغل، قلت لك بالايام العاديه نشتغل جوا الالف، بقيه الايام لا نشتغل الجمعه نشتغل فوق الالف 1300 1200، بقيه ايام لا السبيت الف، يعني الف طاوله اقصد لك مو الف صمونه، الف طاوله هو الطاوله 10 صمونات وحسبه يعني.